النهارده هنتكلم كلام مختلف شوية، لكن كلام مهم جدا لأنه بيرسم ملامح مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر ومصيرها ونقطة فارقة. كلام فيه مفاجآت هتقلب الموازين وهتقلق حال المنطقة وهتكشف ليه أهل الشر بيسخنوا الدنيا. تابعونا لآخر الفيديو. بانكير نبض البنوك. من ساعات الرئيس الصربي كان في زيارة رسمية لمصر وقال في مؤتمر صحفي عن الرئيس السيسي انه تعلم منه حاجات كتير، اما قيادة بلد كبيرة بحجم مصر فأصعب الظروف والحروب اللي على حدودها من كل ناحية، وفي نفس الوقت قادر يبني بلده ويعمل عاصمة جديدة ويعمر الساحل الشمالي بمشروعات عالمية ويعمل نهضة موازية في البحر الأحمر وعجلة الاقتصاد والتنمية شغالة. ده كان رأي رئيس دولة بينك وبينها آلاف الكيلومترات، لكن عارف اللي بيحصل في مصر وفي المنطقة في وقت أهل الشر بتسخن الشارع وبتحرض على الفوضى. الرئيس الصربي يتكلم بالمنطق والمعطيات اللي بتكون قدام أي رئيس علشان يعمل تنمية في دولته، وظروف اللي عندنا لو عند أي رئيس تاني كانت الأمور خرجت عن السيطرة. لما رئيس دولة أوروبية ما يتكسفش لما يقول أنا بتعلم من رئيس تاني، يبقى الرئيس التاني ده حالة استثنائية في القيادة والسيطرة والذكاء والاحترام. طب ايه هي مفاجآت السيسي وليه رئيس صربيا قال كده على الرئيس؟ الرئيس الضيف قال كده لأسباب كتير، لأن مصر فعلا مرت بشهور عصيبة كانت قادرة توقف أي تنمية في الدولة، لكن الرئيس السيسي قاد المعركة بحسابات دقيقة وحمى مصر أنها تنزلق لسيناريوهات كانت بتنجر ليها علشان تحصل فيها فوضى اقتصادية كبيرة لصالح أطراف تانية. مصر في عز أزمة الدولار والغلاء عرفت تمسك الأمور كويس جدا، تدير الأزمة باحترافية، مفيش سلعة نقصت من السوق، وقدرت ترجع الأمل في ملف الغاز، وقدرت ترفع معدلات التصدير وتوطن الصناعة بشكل حقيقي، كمان قللت الاستيراد واستقبلت مليارات دولارات كاستثمارات، وهي اللي قدرت تعمل أهم شبكة طرق ومواني ولوجستيات بالمنطقة والعالم، وقدرت تقدم نفسها على إنها السوق الاستثماري الأهم في المنطقة وأفريقيا. مصر في عز الأزمة عملت مشروعات التجلي الأعظم ورأس الحكمة والمتحف المصري وتلال الفسطاط ومسار رحلة العائلة المقدسة وتطور القاهرة الفاطمية والمساجد التاريخية علشان تجذب ملايين السياح كل سنة، اللي بنت وبتبني 2500 كوبري ونفق ومحور في عز الأزمات، وهي اللي عملت مواني ومطارات وترع ودلتا جديدة وملايين الأفدنة الجديدة. مصر عملت مشروعات النقل السريع والكهربائي والبضائع وشبكة سكك حديدية جديدة مش موجودة في أفريقيا ولا في بلاد أوروبية كتير، وغيرها وغيرها من آلاف المشروعات اللي خلصت واللي لسه هتخلص واللي هيكون ليها تأثير إيجابي كبير في الفترة اللي جاية. مفاجآت السيسي الكبيرة اللي هتقلب المنطقة في الولاية الجديدة هتكون جني ثمار الاتعامل كله، توفير الدولار بأرقام ضخمة وتوطين الصناعات الاستراتيجية والإلكترونية وعمل طفرة في التصدير وطفرة في ملف السياحة وتحويل مصر لممر تجاري عالمي بفضل البنية الأساسية الحديثة وجذب استثمارات تانية ضخمة. كل ده بيهدف لتحويل مصر لنمر اقتصادي في المنطقة رغم الظروف الصعبة جدا اللي حوالينا، وده قرب جدا يتحقق قدامنا لأن جزء كبير منه اتحقق فعلا. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.